السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نحل تمارين المسائل درس المعادلة الخطية رقم 1. طبعا تمارين المسائل هتكون صفحة 55. السؤال الأول بحكي لي أي المعادلات الآتية معادلة خطية بمتغير واحد؟ أفسر إجابتي، يعني بدنا نوضح الإجابة. إذا في عندي أنا السؤال الأول صفحة 55، تمام. رقم واحد معطيني 2 س زائد 5 يساوي 1. طبعا نحكي له نعم معادلة خطية بمتغير واحد. كيف أنا عرفت؟ أول شيء عندي أنا عندي س متغير واحد، وسميناها معادلة خطية علشان أعلى أس فيها واحد، هيها سين أس واحد، وإحنا بنعرف الواحد ما فيش داعي لكتابته. أتمنى هذه النقطة تكون واضحة إن شاء الله. بالنسبة لرقم 2 معطيني سين تربيع زائد 2 سين زائد 1 يساوي 0. تمام، هذه نعم معادلة ولكن ليست خطية، يعني ليست من الدرجة الأولى، ليست من الدرجة رقم واحد الأولى. طب ليش يا أستاذ؟ علشان عندي أعلى أس 2، عندي أعلى أس 2. طب هل بنسميها معادلة من الدرجة الثانية؟ تسمى معادلة من الدرجة الثانية، تمام؟ إذا بكل بساطة إحنا بنسمي المعادلة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة على حسب أعلى أس موجود فيها، واتفقنا المعادلة من الدرجة الأولى هي حنسميها المعادلة الخطية. إن شاء الله تكون هذه النقطة واضحة. بالنسبة للبند الثالث من هذا السؤال معطيني 3 ع 3 ع ناقص 1 بده يساوي 4 ع زائد 2. ايضا هذه نعم معادلة خطية، يعني من الدرجة الاولى وهي بمتغير واحد، لانه عندي عين متغير، ما فيش عندي عين ولام مثلا عشان اقول بمتغيرين، وهي ايضا خطية لانه اعلى اس عندي قيمته 1. الأمور بسيطة وما فيش فيها أي مشكلة. بالنسبة للبند الرابع معطيك 2 س ص 2 س ص زائد 4 يساوي 3 ص. شوف معي هذه معادلة ما فيش فيها أي مشكلة، تمام؟ ولكن ليست بمتغير واحد، ليست بمتغير واحد. ليش؟ لأنه في عندي سين وفي عندي صاد، عندي متغيران، تمام؟ أتمنى هذه النقطة تكون واضحة. الآن في عندي السؤال اختباري ممكن يجيب لك إياه في الامتحان، يقول لك اختر الإجابة الصحيحة، ميز المعادلة، تمام؟ مما يلي معطيك ألف سين أكبر من أو تساوي 4، ب الجذر التربيعي للواحد 81 يساوي 9، ج س زائد 2، ود معطيك س زائد 2 تساوي 0. مين من هدول حتكون معادلة؟ طبعا كلكم حتحكوا لي د. ليش؟ لأن الشروط توفرت، احنا بنعرف تعريف المعادلة فيها متغير وفيها إشارة مساواة. طب ليش ألف ليست معادلة؟ لأنها عبارة عن متباينة، تمام؟ وباء ليست معادلة لأنه لا يوجد بها متغير، تمام؟ وجيم ليست معادلة لأنه لا يوجد إشارة مساواة. الآن بالنسبة لسؤال 2 صفحة 55 بيحكي لي السؤال ضع دائرة حول العدد الذي يشكل
حلا للمعادلة، يعني بدنا نختار الإجابة الصحيحة. المسألة الأولى معطيني إياها 7 مضروبة في س زائد 3، هذا الكلام كله بده يساوي 10 س، تمام. بالنسبة للاختيارات مديني 7 و3 وسالب 10، بدنا نعرف مين الإجابة الصحيحة من هذه الاختيارات. أول خطوة لازم نستخدم عملية توزيع الضرب على الجمع. طبعا هنا س معاملها واحد، هتضرب 7 ضرب 1 هتقول لي 7 وهتكتب س زي ما هي. السبعة إشارتها موجبة، هتضرب موجب ضرب موجب موجب، وسبعة ضرب 3 21، هذا الكلام كله بده يساوي الطرف الأيسر 10 س. بعد ذلك هتنقل السبعة س للطرف الأيسر بتصير سالب 7 س، بنغير إشارتها وبنشطبها من الطرف الأيمن، معناته الطرف الأيمن 21 هيساوي. الآن بتقول لي 10 ناقص 7 هتقول لي 3، تمام. وس هتكتبها زي ما هي، زي ما أقول لك في معك 10 شيكل واشتريت ب7 شيكل هيفضل معك 3 شيكل. الآن أنا بدي قيمة س، لازم يكون معامل س واحد، تمام؟ طيب إذا الثلاثة هي كده تخلص منها، بقسم على 3 الطرفين، إذا 3 على 3 واحد هيضل عندي س، بينما الطرف الأيمن 21 على 3 يساوي، إذا قيمة المتغير طلع 7 وهنختار 7، تمام. 2 زائد س، هذا الكلام بده يساوي س على 2، بدنا نختار الإجابة الصحيحة، هو معطيني 4.0 فاصلة سالب 4، بدنا نعرف الإجابة الصحيحة مع بعض. طبعا هذول الإجابات اللي بدنا نختارهم، ما فيش أي مشكلة. هذه طلع 2 زائد س يساوي س على 2، هنا في واحد مش مكتوب، يعني نص س معناها نص س. بكل بساطة هتنقل س من الطرف الأيمن وتجيبها على الطرف الأيسر، بدل ما هي س رايحة تصير سالب س، وهتشطبها من الطرف الأيمن، بضل عندي 2 يساوي. الآن نص ناقص 1، نص ناقص 1، كلكم شاطرين هتقول لي سالب نص وبضل س، طيب تمام. كيف يا أستاذ؟ معلش يعني كيف طلعت معك سالب نص؟ بكل بساطة هتحكي لي نص ناقص 1، احنا بنعرف الواحد مقامه 1. الآن هتضرب 2 ضرب 1 2 وهتضرب ضرب تبادلي، 1 في 1 1 الإشارة سالب، و2 في 1 2، بكل بساطة المقام من ثبته 1 ناقص 2 سالب 1، هيك طلعت سالب نص. ليش؟ عشان في قاعدة احنا درسناها أو بنعرفها، القاعدة اللي بتحكي لي عندما يكون عندي ألف على باء موجب أو ناقص، جيم على دال، القاعدة بتحكي لي اضرب مقام في مقام، يعني باء ضرب دال، بعدين اضرب ضرب تبادلي، ألف ضرب دال، وموجب أو ناقص حسب الإشارة، وهتضرب باء ضرب جيم. أتمنى هذا الكلام يكون واضح وهنستفيد منه إن شاء الله، تمام. الآن نكمل مسألتنا. الآن أنا في عندي هنا سالب نص س، أنا بدي معامل س يكون قيمته 1 صحيح. طب الآن لما أنا بقول لك سالب نص ضرب فراغ عشان الجواب يطلع 1 صحيح، هتقول لي بكل بساطة سالب 2، ليش؟ عشان سالب ضرب سالب موجب، ونص ضرب 2 1، فالجواب بيطلع 1 صحيح. فمعناته السالب نص عشان أخليه قيمته موجب 1 هضرب الطرف الأيسر في سالب 2 وحضرب الطرف الأيمن بسالب 2. الآن بكل بساطة الطرف الأيمن سالب 2 ضرب موجب 2 سالب ضرب موجب سالب، و2 في 2 4، اتفقنا سالب نص ضرب سالب 2 1 صحيح بضل س، معناته الجواب سالب 4. أتمنى هذه النقطة تكون واضحة وما فيش فيها أي مشكلة، الدرس بسيط بس شوية تركيز والأمور بتكون طيبة بإذن الله تعالى. طبعا بتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لنا لايك، ويا ريت كمان تعلقوا لنا في كلمة حلوة، انتوا عارفين اللايك والاشتراك في القناة برضو بشجعنا وعلشان الكل يستفيد ان شاء الله. بالنسبة للبند الثالث معطيك
تيمين سين ناقص 6 يساوي 0. بدنا نختار الإجابة الصحيحة 3 فاصلة سالب 3 فاصلة 12. بدنا نشوف مين الإجابة الصحيحة. بكل بساطة السالب 2 نقل إياها إلى الطرف الأيسر بصير موجب 2، وحنشطبها من الطرف الأيمن، معناته الطرف الأيمن حيضل عندي 2 سين يساوي 0 زائد 6. طبعا ما شاء الله عليكم حتقولوا لي 6 معادل سين 2، حنقسم الطرفين على 2، معناته سين حتساوي 6 على 2 3، وكلكم رايحين تختاروا 3.